طيب هل الابليكيشن بيهتم بثقافه الاشخاص واهتماماتهم علشان يقربهم من بعض؟ يعني انا مثلا لو عندي ثقافات معينه، عندي حاجات انا متربي عليها، الكلام ده كله بتختلف من شخص للتاني، فهل ده بيبقى موجود علشان يقرب الناس من بعض فعلا ولا لا؟ ده حقيقي. احنا عندنا في ابليكيشن اخطب ده هدفنا، ان احنا اخطب هو نقطه بدايه. تمام. الناس مش بتخطب وهي موجوده على الابلكيشن، او مش بتتجوز وهي موجوده على الابلكيشن، هو مجرد نقطه بدايه ليهم. طب احنا حابين نقطه بدايه دي توفر 10 نقط معاهم. فبنبدا نقول ان الترشيحات اللي بتحصل ما بين الناس بناء على توافق حقيقي قدر الامكان. طب ازاي بنقدر نوصل للتوافق ده؟ ما بنسالهمش اسئله مباشره، انت شخصيتك ايه او كده، لان ده ممكن يحصل فيه ان الناس تقول حاجات غير حقيقيه. فاستعنا باخصائيين نفسيين واخصائيين علاقات في ان احنا نحط اسئله غير واضحه وغير مباشره تبين شخصيه الشخص واهتماماته، ويبقى التوافق المبدئي من ناحيتنا بناء على مشاركه الاهتمامات دي. كويس. طيب حلو قوي.